شرفها وأجلها في هذا الدين الشهادة في سبيل الله عز وجل. أعد الله عز وجل للمجاهدين في سبيله 100 درجة خاصة لهم في الجنة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الشهيد في سبيل الله الذي ضحى بنفسه بدمه بأغلى ما يملك من أجل من؟ من أجل حبيبه جل وعلا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من؟ إنه الشهيد الذي يهريق دمه من أجل الله عز وجل. من خير معاش الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من خير معاش الناس، من خير الناس رجل آخذ بعنان فرسه يطير على متنه، يستمع، ينتظر، إذا استمع هيعة أو فزعة طار عليه، ينتظر الموت والقتل مضانه، يريد الموت في سبيل الله. هذا من خير الناس على وجه الأرض. بل إن للشهيد، انظر للفضائل، انظر للكرامات. الشهيد يغفر له من أول دفعة من دمه، أول قطرة من دمه يغفر الله عز وجل له. يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، يغفر الله كل ذنبه. بل إن الشهيد الذي تسحقه الدبابات وتقصفه الطائرات وتقطعه القنابل لا يحس بالألم، لا يشعر بالألم كرامة من الله له، إلا كقرصة نملة أو لسعة من دابة لا تضره، هكذا يشعر بالألم. يغفر الله له كل شيء مع أول قطرة دم، ثم يرى مقعده من الجنة. ألم تروا بعض الشهداء يضحكون وهم يحتضرون، يبتسمون وهم أموات؟ رأى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر. الله أكبر. حتى سأل الصحابة رضي الله عنهم: ما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ قال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسهم فتنة. اليوم الفتنة الرصاص والقنابل والألغام والصواريخ، كلها فتن يعصمه الله بها من عذاب القبر. ثم بعد هذا يؤمن من الفزع الأكبر عند الله يوم القيامة. خلاص، ما في عذاب يوم القيامة وفزع أكبر، الله عز وجل يحفظه. بل يأتي ويبعث يوم القيامة. شوف الشهيد يبعث يوم القيامة، كل مجروح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله، يبعث يوم القيامة وجرحه ينزف في المحشر، الدم ينزل، اللون لون دم، والريح ريح مسك. ثم بعد هذا يأتي يوم القيامة يوضع على رأسه تاج الكرامة والوقار، اليقوتة الواحدة على هذا التاج خير من الدنيا وما فيها. أيضا هذا الشهيد يوم القيامة يشفعه الله عز وجل في 70 من أقربائه، ويزوج 72 من الحور العين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. استشهد حارثة في أحد المعارك، فلما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة، كان في الذين ينتظرون الصحابة أم حارثة، فعلمت أن ولدها قد قتل في سبيل الله، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول: يا رسول الله، يا رسول الله، أين ولدي حارثة؟ إن كان في الجنة تسليت، إذا كان دخل الجنة خلاص، فإن لم يكن في الجنة أصبر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهبلت يا أم حارثة، أهبلت يا أم حارثة، إني للمجاهدين والشهداء جنان مجنة واحدة، وأن ابنك
طاب الفردوس الأعلى والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. لهم الأجر، لهم النور عند الله عز وجل يوم القيامة بعد ما مات الصحابة واستشهد منهم من استشهد في غزوة أحد. قتل الكثيرون منهم سيد الشهداء عند الله حمزة رضي الله عنه. لما قتل من قتل واستشهد من استشهد من الصحابة حزن البقية وأسف الكثيرون، حتى جاء جابر بن عبد الله يبكي عند النبي، قتل أباه في المعركة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسليه يقول: يا جابر يا جابر، إن الله عز وجل قد كلم أباك كفاحا، أي بلا ترجمان. فقال الله عز وجل لأبي جابر اسمه عبد الله، قال الله عز وجل لأبيك: تمنى يا عبدي، تمنى يا عبدي. فقال أبو جابر: يا ربي أتمنى أن أرجع إلى الدنيا. الشبي من الدنيا وقد دخل الجنة، قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيا. فقال الله عز وجل لأبي جابر، قال: إني قد كسبت وسبق الوعد مني أنهم إليها لا يرجعون، يعني سلني شيئا آخر. فقال: يا رب أبلغ أهلي بكرامتي، أبلغ أهلي بكرامتي. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أتعرفون الشهيد أول ما يسيل دمه وتخرج روحه من جسده أين تذهب؟ تذهب روح الشهيد فتكون في حواصل طير خضر تطير في الجنة وتسرح فيها أنهارها وثمارها على طول إلى الجنة، ثم لها قناديل معلقة تحت العرش. يا الله تخيلوا بس، هذه الطيور تأوي إلى القناديل وتسرح في الجنة. فيأتيهم الرب ثلاث مرات يسألهم، يسأل الشهداء: تشتهون شيئا؟ فيقولون: يا ربي وما نشتهي ونحن في الجنة، ايش نبي بعد أكثر من الجنة؟ فلما يرى الله عز وجل يروا أن الله ليس بتاركهم يقولون: يا رب نتمنى أن نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك ثانيا. فلما يرى الله عز وجل أن ليس إليهم حاجة يتركهم. فما أجمل منية الشهيد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل. ليس هناك فضل أعظم ولا أفضل من الشهادة في سبيل الله، فلأن يموت الإنسان في سبيل الله خير له من أن يحصل على الدنيا وما فيها. عريس فرجها ربنا وسيرت عليه السخيف.